استاذه هدى تتفضل. الو، الو، اتفضلي يا استاذه هدى. ايوه، ازيك يا عم الشيخ؟ فضل ونعمه الحمد لله، ربنا يجازيك عنا يا رب خير الجزاء. الله يرضى عنكم يا فندم. انا دلوقتي يا عم الشيخ متجوزه بقالي 11 سنه، وكان ما يحصل مشاكل ما بين اهلي وجوزي يمنعني ان انا اروح. والمهم يعني ال 11 سنه دول ما روحتش فيهم لاهلي، يعني سنتين على بعض. وقبل ما يسافر كان بيوديني لاهلي يومين بس في الاسبوع. يعني هو مغترب، يعني هو مغترب دلوقتي. هو دلوقتي مغترب، امال قبل كده ما كانش لسه سافر. طيب فين السؤال؟ السؤال هو دلوقتي مانعني، طول ما هو مسافر مانعني ان انا اروح لبيت اهلي، وانا ابويا متوفي وامي مريضه، مع ان انا ليا 5 بنات غيري، وفي اخت يعني قريبه من امي بس مش زي، انا موجوده مع امي في نفس البلد. وهو بيمنعني ان انا اروح اشوفها طول ما هو مسافر. خالص هو بيسافر خالص. بيسافر مده قد ايه؟ يعني 6 شهور. لا لا يجوز له ان هو يمنعك من هذا، حتى من يعني الفقهاء بيقولوا لا يجوز ان ده، لانه ده اعانه على الاسم والعدوان. لا يجوز ان هو يمنعك من صله الرحم. انت بتتكلمي في زياره والدتك، زياره والدتك لا ليس له حق ان هو يمنع. انا بسجل له وبقول له لا يجوز ان انت تمنع زوجتك عن زيارة والدتها وصلة رحمها، لأن أنت لو أنك أنت عملت كده أنت بتتعاون معها، بتمنعها من الطاعة، وبتمنعها مش من الطاعة بس، بتمنعها من الواجب الذي هو فرض عليها أن هي تبر أهلها وتصل رحمها. فلا يجوز ده، لا يجوز أن أنت تمنعها من بر الوالدين. فعلى الأقل تسمح لها، إن لم يكن كل أسبوع فكل شهر على الأقل تزور أهلها. وإذا أنت ما فعلتش ذلك تكون آثما، لو منعتها من زيارة أمها طول ما أنت مسافر تكون آثما. ومش هقول الاستثناء، لأن فرض الاستثناء أن هي تكون بتخرب البيت وأن هي تكون سمعتها مش كويسة، كل الكلام ده لا. منعك لها من زيارة أهلها حرام. حرام يعني إيه؟ يعني لا تمنعها من بر أمها، لأن هذا منع من طاعة الله سبحانه وتعالى. نعم.